بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من محاضرة الأسبوع الثامن، نتكلم على anatomy of trigeminal nerve. Trigeminal nerve is mixed nerve. Mixed nerve contains motor fibers and sensory fibers. Trigeminal nerve is more important as sensory. يبقى هو أهم شيء له sensory function. وبتكون من two root, one root sensory و another root motor. السنسوري root هو a large root. طيب it carries من ناحية sensation pain, touch and temperature sensation. يبقى بتكلم على superficial sensation and proprioception أو deep sensation. Deep sensation. It is fixed cranial nerve. يبقى هو أكبر في من ناحية cranial nerves. It is fixed cranial nerve and arise بخرج من ventrolateral surface of the bones. هيو بخرج من وين قلنا؟ من ال bones as two roots. إلو two roots. Large root sensory root with small root motor root. يبقى له two root, one sensory large or one motor small. يبقى trigeminal nerve, it is the fifth cranial nerve, العصب الخامس. It is fixed cranial nerve. له sensory function and motor function. The main function is sensory. له two root, one root large sensory و second root يعتبر small root motor emerges from the ventrolateral surface of the bones. هيو عندي هاي root الكبير اللي هو large root يعتبر sensory وهي small root motor. نفس الشيء على the right side. بخرج من وين؟ من الventrolateral surface of the pons. Then pass بمر في شيء اسمه cerebellopontine angle. بمر وين؟ في angle زاوية اسمها cerebellopontine angle. مين بمر في cerebellopontine angle؟ مين بمر في cerebellopontine angle؟ ثلاثة. العصب الخامس، العصب السابع والعصب الثامن. يبقى العصب السابع او الخامس والسابع والثامن هذول الثلاثه بمروا وين؟ في سيربيلو بونتاين انجل. سيربيلو بونتاين انجل هي عباره عن زاويه تقع بين البونز والسيربيلوم. بين البونز والسيربيلوم. هاي عندي تراجيمينال نيرف، تمام، ارسم باللون الاحمر. هاي trigeminal nerve. بعدين بسلم شيء اسمه trigeminal ganglion. trigeminal ganglion او بسموها semilunar ganglion. هذه بتقسم trigeminal nerve العصب الخامس لثلاثة، ophthalmic nerve، maxillary nerve و mandibular nerve. اتفقنا؟ الophthalmic nerve بيروح للsuperior orbital fissure، maxillary nerve بيروح للrotundum foramen، mandibular nerve لoval foramen. انا ما راح اتكلم معكم في العلاج الطبيعي بالتفصيل على trigeminal nerve، انا بدرسه لطب الاسنان، تشريح الاعصاب لطب الاسنان بياخذ معنا في شرحه هذا العصب لوحده ساعتين ونص. ساعتين ونص حوالي تقريبا 140 دقيقة، يعني 120 دقيقة وبكفيش، وبخلي جزء منه للمحاضرة اللي بعدها بشرح كل برانشز لحد ما اصل لكل سن بسنه. لكن هنا انا راح اتكلم ان جنرال على اللارج نيرف والفانكشن تاعتهم. يعتبر ميكس نيرف هذا النيرف. ننتقل لرسمة ثانية أو صورة ثانية. واضح هنا الأوريجين أوف
the trigeminal nerve emerges from the ventrolateral surface of the pons. إلو نوكلياي هذا الترايجيمينال نيرف إلو نوكلياي قلنا هو موجود في البونز لكن في اكسبشن لإلو في اكسبشن أول نوكلياس اسمها مين سنسوري نوكلياس مين سنسوري نوكلياس موجودة في البونز وظيفتها تاتش سنسيشن حاسة اللمس اثنين سباينال ديسندينج نوكلياس هذه طويلة جزء منها بيمر في البونز وجزء في المظلة أبلانجاتا وجزء في السيرفايكال سباينال كورد من C1 لC4 هذه بسموها سباينال ديسندينج نوكلياس موجوده في المظله بلانجاتا جزء منها بيصعد للبونز وجزء منها بينزل للسيرفايكال سباينال كورد ابر بارت مسؤوله عن بين اند تمبريتشر سنسيشن بين اند تمبريتشر سنسيشن ثلاثه ميزنسيفاليك نوكلياس موجودة في الميزنسيفالون يعني في الميدي برين وظيفتها بروبريوسبشن اند ديب سنسيشن واخر واحدة اربعة موتور نوكلياس اوف ترايجيمينال نيرف موجودة في البونز بتعطينا موتور فايبرز لمانديبولار نيرف اللي هو برانش من ترايجيمينال نيرف لها علاقة بالماستيكيشن ماسل ماستيكيشن ماسل فانكشنز اند اذر فانكشنز راح نتكلم عنها يبقى عندي كم نوكلياس؟ عندي أربعة لاحظوا أنتم من الأربعة ثلاثة سنسوري واحد اثنين ثلاثة دول سنسوري نوكلياي وواحدة موتور عشان هيك قلنا المين فانكشن الترايجيمينال النيرف از سنسوري فانكشن وإله تو روت لارج روت سنسوري اند سمول روت موتور هي عندي ميزنسيفاليك نوكلياس اوكي هاي مين سنسوري نوكلياس وهذه descending spinal nucleus وهنا اللي هي motor nucleus of trigeminal nerve هذول بيعطونا fibers او بياخذوا fibers من trigeminal nerve هذا هو trigeminal nerve هذه هي الganglion of trigeminal nerve trigeminal ganglion وهذول البرانشز تبعينه ophthalmic branch maxillary branch mandibular branch اوكي branches of trigeminal nerve قلنا ثلاثة ophthalmic nerve pure sensory nerve بروح ل superior orbital fissure maxillary nerve pure sensory nerve بروح ل rotundum foramen mandibular nerve is mixed sensory and motor ل oval foramen هنا عندي واضح اللي هو ophthalmic nerve من ophthalmic ل orbit أكثر رأي maxillary nerve mandibular nerve mandibular nerve mix maxillary wall ophthalmic pure sensory nerves ophthalmic nerve العصب الاول بتاع مين trigeminal او الفرع الاول من trigeminal nerve this is the first branch of trigeminal nerve purely sensory nerve وظيفته فقط لها علاقه بالاحساس supply skin over forehead في الجبين من الجبهة من الأمام لحد البرايتو أوكسيبيتال سالكس سكن أوفر أبر أيليد الجلد بغذي الجلد في ال شو اسمه في الأبر أيليد الأي بول كونجنكتيفا واللاكريمال جلاند العين وغلاف العين والغدة اللي بتفرز الدمع نيزل ميوكوزا فرونتال ساينس اكسترنال اير جزء الخارجي من الأنف with dura mater in the anterior cranial fossa كمان مرة وظيفة ophthalmic nerve supply skin over forehead skin over upper eyelid eyeball conjunctiva lacrimal gland nasal mucosa frontal sinus external ear and dura mater in the anterior cranial fossa. هذه الاريا اللي بيغذيها ophthalmic branch اللي هي باللون الاخضر. هذه الاريا بيغذيها مين؟ ophthalmic nerve. وهذه الاريا ناخذها بلون ثاني.
بيغذيها ماكسيلري نيرف. وهنا هذه الاريا اللي بيغذيها مانديبولار نير. مانديبولار نير. مانديبولار. هيك تقسيمه السنسيشن على الفيس من ناحيه البرانشز اوف تريجيمينال نير. ما بديش بسمي لكم كل برانشز تعينهم. انا عندي البرانشز تعين الاوفثالميك نيرف، انا ماكسيلري نيرف، انا مانديبولار نيرف. مش لازم لكم بالتفصيل، لكن قلت لكم لان لما اشرحه للطب او لطب الاسنان، خاصه في طب الاسنان بتوسع اكثر شيء عندهم في الترايجيمينال نيرف، لانه العلاقه بالاسنان وبالفك العلوي والفك السفلي. بنتقل لماكسيلري نيرف. ماكسيلري نيرف is purely sensory nerve. This second branch of a trigeminal nerve. Supply بغدي maxillary area of skin of the face، المنطقة هذه. Maxillary teeth، الأسنان في الفك العلوي في الأبر جو. Mucosa membrane related للمكزيلا. Maxillary sinus، maxillary sinus اللي في البون نفسه، الاير sinuses، ودورا ماتر in the middle cranial fossa. يبقى maxillary nerve يعتبر second branch from the trigeminal nerve، يعتبر pure sensory nerve. Supply التشيك او الانتيريور بارت اوف ذا فيس، تمام. Supply الماكسيلري تيث في الابر جو في الفك العلوي. Supply mucosa membrane related to maxilla، وبيغذي لنا maxillary air sinus and dura mater in the middle cranial fossa. وبعدها بفوت لهنا من الترايجيمينال نيرف، بفوت عن طريق روتاندم فورامين. عندي اللي هو maxillary nerve والبرانشز تبعينه العلاقه بالفك ايه؟ بالفك العلوي وماكسيلاري ساينس. بنتقل بعدها لموضوع نشوف على الصوره هذه. هي عندي ماكسيلاري نيرف راح لروتندم فورامين، هنا عندي اوفثالميك نيرف، وهذا الاخير الثالث اللي هو مانديبولار نيرف. Mandibular nerve اللي هو يعتبر mixed nerve contains motor and sensory fibers. هذه الاريا بتاخذ لنا من وين؟ من maxillary nerve. Maxillary nerve. بنتقل ل mandibular nerve. Mandibular nerve يعتبر third branch from the trigeminal nerve. الفانكشن تبعته mixed function motor and sensory function. له two root، large root sensory and small root اللي هو motor. السنسوري بيخرج من الترايجيمينال جانجليون وبيفوت بعد هيك لفورامين اوفال. الموتور روت هو اصله جاي من وين؟ من الترايجيمينال موتور نوكليوس ان دي بونز، بيتحد مع السنسوري روت وين؟ في فورامين اوفال. بعد ما يخرج المانديبولار نيرف من ترايجيمينال جانجليون، الموتور فايبرز تتحد مع السنسوري فايبرز بتاعت المانديبولار نيرف. وين بيتحدوا؟ في اوفال فورامين. في اوفال فورامين وبيصبح عندنا مانديبولار نيرف ميكس نيرف كونتينز موتور اند سنسوري فايبرز. هي عندي هي السنسوري فايبرز تبعت ايه؟ مانديبولار نيرف. خرجت من وين؟ من الترايجيمينال جانجليون، وفي الخلف بيكون عندي هاي البونز، في عندي موتور نوكليوس اوف ترايجيمينال نيرف. الفايبر تبعتها بتمر مع الترايجيمينال نيرف، لما يصلوا لفورامين اوفال بتتحدوا مع مين؟ مع العصب الفرع الثالث من العصب الخامس ومن مع المانديبولار نيرف. وفي الحاله هذه عندي المانديبولار نيرف بيكون ميكست
nerve. Mixed nerve contain motor and sensory fibers. Okay. ننتقل للسنسوري فانكشن اوف ذا مانديبولار نيرف. السنسوري فانكشن اوف ذا مانديبولار نيرف له علاقه بالميكوزا ميمبرين اوف ذا ماوث اند تشيك، له علاقه بالانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج، بغذي الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج، مش للتيست سنسيشن، مش للتذوق، لا للجنرال سنسيشن. ايش يعني جنرال سنسيشن؟ بين، تمبريتشر، touch sensation, deep sensation. بغذي ال lower teeth، بغذي الأسنان في الفك السفلي، بغذي skin of the lower jaw, side of head and scalp, lateral part بغذي، و meninges with dura mater in the middle أو middle cranial fossa. هذه الأريا الحمراء هذه تأخذ من وين؟ mandibular maxillary ophthalmic اللاترال بارت هذا باخذ من وين؟ من مانديبولار نيرف. طب تكلمنا على السنسوري فانكشن اوف مانديبولار نيرف، الان اتطرق ل موتور فانكشن اوف مانديبولار نيرف. الموتور فانكشن اوف مانديبولار نيرف بيغذي لنا فور ماستيكيشن مسل، اربع عضلات لهم علاقة بعملية المضغ. مين هما؟ تيمبوراليس مصل، ماسيتر مصل، ميديال تريجويد مصل، لاترال تريجويد مصل. يبقى أول وظيفة من ناحية الموتور إنه سبلاي فور ماستيكيشن مصل، تيمبوراليس مصل، ماستيكيشن مصلز، لاترال أند ميديال تريجويد مصلز. وبيغذي لنا اربع عضلات ثانيه، يعني بغذي ثمان عضلات المانديبولار نيرف. مايلو هايويد مصل، انتيرور بلي اوف دايجاستريك مصل، تنسر بلاتاي مصل، وتنسر تيمباني مصل. هذه العضلات اللي راح شايفينها هنا عندي اللي هي تيمبوراليس مصل، في عندي ديب تريجويد مصل او ديب بارت اوف ماسيتر مصل، وسوبرفيشال بارت اوف ماسيتر. هذول الماسيتر مصل لها جزئين، لها ديب بارت وسوبرفيشال بارت. في عندنا هنا اللي هي ميديال تيريجويد مصل ولاترال تيريجويد مصل. في عندي واضحه هنا الماسيتر مصل، تمام، وفي الانتيرور بلي اوف دايجاستريك مصل ومايلو هايويد مصل، كلهم هذول بياخذوا من موتور فايبرز فروم مانديبولار نيرف. هذه هي المايلو هايويد مصل، وهان عندي الانتير بلي اوف دايجاستريك مصل. اوكي، في عضله صغيره هنا اسمها تنسر تيمباني مصل، وفي عضله هنا تنسر بلاتاي مصل، كلهم بياخذوا من مانديبولار نيرف of trigeminal nerve من الموتور فانكشن. وهيك بيكون انا شرحت لكم الترايجيمينال نيرف، شرحنا النوكلياي تبعته، الفانكشن تبعتهم، البرانشز بتاعتهم. ويعطيكم الف عافيه.